مبروك التكريم. شكرا. موال انت ما شاء الله جميل وما شاء الله. ثانك يو كثير. شكرا حبيبي. 2022 امنياتك نشوفهم يا رب السنه الجايه اذا تحققت برجع مع سلام لبلدي. هذا اهم شيء بنتمنه، اهم من اي شيء ثاني. كلمه للبنان من دبي. اخ على لبنان. لبنان مثل انا بالنسبه لي مثل ابني الصغير المريض وبحاجه لي. ليه عم تبخلي على الصحافه؟ نحن بنحب كلنا جايين نقول لك مبروك. طب ما انا ما تهربي. ما تهربي بالنسبه بتطلع ما تهربي. طيب كلمه 2 ديسمبر يوم الوطني الاماراتي، معايده لكل الاماراتيين. الف مبروك العيد الوطني ال50 لدوله الامارات العظيمه، وان شاء الله يا رب كل الدهر هيك بلد عظيمه.